للخط العربي في المغرب قصة طويلة ومشوقة. قد عرف الخط نوعاً من التجويد والتطوير، بل أغناه المسلمون بمجموعة من الصور والقيم الجمالية. منذ ظهر الكتاب والمغاربة ينتجون المعرفة، بل أنها انتقلت من المغرب إلى باقي أصقاع العالم الإسلامي. الخطوط هو تراث أمتنا وذاكرتها في الماضي والحاضر والمستقبل. موعدكم مع الوثائقي الجديد رحلة الخط المغربي مساء كل اثنين على الأولى.